حزب الله يطالب ويريد الوصول إلى الحقيقة الكاملة فيما حصل في مرفأ بيروت، حقيقة غير منقوصة، غير ملتبسة، ومحاسبة كل من تثبت إدانته وفق الأصول، بعيدا عن أي تسييس أو تطييف أو استحضار التوازن الطائفي في الاتهامات، لأنه هذا بيضيع القضية وبيضيع الحقيقة وبيضيع دماء الشهداء الذين قضوا في هذا الانفجار.